عمرك تخيلت شكل العالم هيكون عامل ازاي بعد 50 سنة؟ في 2021 الإمارات افتتحت متحف المستقبل. وقتها محدش كان فاهم ايه المكان ده وايه الاسم الغريب ده ويعني ايه اصلا متحف المستقبل. ما طول عمر المتاحف بتعرض لنا التاريخ، هي اصلا معمولة علشان كده. فايه حكاية متحف المستقبل ده؟ علشان كده هنعرف النهاردة حكاية أجمل مبنى على وجه الأرض وأول متحف في الشرق الأوسط ياخد الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. يوم 18 فبراير 2021 انتشر فيديو غريب جداً على السوشيال ميديا. فيديو بيبين سفينة فضاء بتقرب من مبنى بيضاوي محفور عليه كلمات باللغة العربية. وأول ما السفينة دي بتقرب جداً من المبنى، السطح بيفتح والسفينة بتدخل جواه. الأغرب إن الفيديو ده كان عفوي جداً، كأن في شخص عادي كان معدي وصوره بالموبايل من الشارع، مش تصوير وجرافيكس، وإنه كان ضمن الحملة اللي اتعملت علشان تعلن عن أهم مبنى في العالم، أو زي ما بيسموه أجمل مبنى على وجه الأرض، وهو متحف المستقبل. من اللحظة الأولى والعالم كله متوقع إن متحف المستقبل ده مش هيكون زي أي مكان تاني، من أول اسمه وفكرته اللي عاملين حالة تناقض بين الماضي والحاضر. أنا متحف ودوري أعمل تاريخ، بس المرة دي تاريخ للمستقبل. شوف حتى التناقض في الاسم نفسه غريب، زي ما أكون بقولك كده اتلقطت مخالفة سرعة في عز الزحمة، التركيبة نفسها مش ماشية مع بعض. ولكن ده ما كانش السبب الوحيد لتوقعات الناس العالية تجاه المبنى، لأن التوقعات بدأت مع ظهور التصميم المميز واللي ما اتعملش زيه قبل كده. المعماري شون كيلا كان العقل المدبر ورا متحف المستقبل. الراجل اشتغل قبل كده في الشرق الأوسط وصمم مبنى التجارة العالمي في البحرين ومكتب المستقبل الشهير في دبي، وده كان وقت أكبر مشروع ليه ينفذ فيه كل اللي في خياله. لو بصينا على تصميم المتحف هنلاقيه معمول على شكل حلقة بيضاوية موجودة فوق تبة خضرة ضخمة جداً. كيلا كان عايز يوصل رسائل معينة من خلال التصميم ده، يعني مثلاً التبة الخضرة اللي اتبنى عليها المتحف بتعبر عن الأرض أو الطبيعة، وجسم المتحف نفسه بيعبر عن الإنسان وتأقلمه مع محيطه، أما الفراغ البيضاوي اللي في نص الكتلة فده بيعبر عن المجهول أو المستقبل اللي نقدر نملاه بالابتكار. الحروف العربية اللي مكتوبة على الواجهة من برة مش أي حروف وخلاص، لا، ما دخلش يعني على جوجل قال له شكل لي من الأبجدية وتوصى بالهمزات. الحروف دي ليها معنى مهم جدا، دي اقتباسات صممها الخطاط والفنان الإماراتي مطر بن لاحق لجمل متاخدة على لسان الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي، وبتعبر عن رؤيته وأماله للإنسان والمستقبل. شايف المعماري مش بيسيب تفصيلة تعدي كده. شركة بورو هابلد اللي اشتغلت على متاحف ومباني كتير في المنطقة قبل كده، زي مثلا متحف اللوفر أبو ظبي، هي اللي أشرفت على هندسة المبنى، ومتحف المستقبل بيعتبر معجزة هندسية بكل المقاييس. مساحته 30,000 متر مربع وارتفاعه بيوصل ل 77 متر، ومع ذلك ما فيهوش أي أعمدة من جوه، معتمد بس على نظام إنشائي خارجي بيتكون من 2400 ممبر حديد متربطين كلهم مع بعض على شكل مثلثات، وهو اللي شايل المتحف بالكامل. مفيش بقى أوزان منقولة من الأرض للكاميرات ولا الكلام ده كله. طبعاً تفاصيل الهيكل دي محسوبة بالملي، ولك أن تتخيل الحسابات الهندسية والألجوريزمز اللي استخدموها علشان يحسبوا التربطات والزوايا المثالية اللي هيستخدموها في مبنى بالحجم ده وعليه واجهة بالتعقيد ده من غير حاجة جواه تشيله. مفيش أي مبنى في العالم اتبنى باستخدام تكنولوجيا أحدث من اللي استخدموها في المتحف. واجهة المبنى بتتكون من 1024 قطعة، والمميز إن مش بشر اللي عاملينهم، زي ما الكمبيوتر قدر يحسب الحسبة بتاعت الهيكل، الروبوتس هي اللي صنعت الواجهة بالكامل علشان يزودوا السرعة والكفاءة وكمان يقللوا احتمالية الخطأ. القطع اللي بتتكون منها الواجهة اتركبوا على الهيكل المبنى قطعة قطعة، فعملية خدت حوالي 18 شهر. والخط العربي اللي على الواجهة ده مش شكله وخلاص، رغم إن شكله في الإضاءات المختلفة بيكون رائع، بس كمان الكلمات دي هي الشبابيك بتاعت المتحف، والحروف عريضة كفاية إنك ممكن تدخل جواها تتفرج من الشباك. وطبعاً علشان موضوع الخط ده يتعمل في مرحلة التصميم على وجهة مليانة انحناءات زي دي، الموضوع خد 4 شهور بحث علشان يوصلوا لحاجة تلائم الخط مع الهيكل، علشان لو الخط مثلاً بارز شكله هيبوظ في الزوايا. وفي الآخر الحل اللي وصلوا له كان سوفت وير بيستخدم في السينما علشان يحط الجلد أو الفرو فوق الحيوانات الخيالية أو الديناصورات مثلا، بحيث الخط يكون زي الجلد على المتحف من بره. كل تفصيلة في التنفيذ ده بتعبر عن التقدم التكنولوجي اللي وصلنا له النهاردة في العمارة،
والمتحف يعتبر أيقونة معمارية، مش بس لأن تصميمه بيعبر عن التطور المعماري، لأ، المتحف نفسه أصلاً معمول علشان يورينا شكل المستقبل هيكون عامل إزاي. لما متحف المستقبل اتنفذ كانوا عارفين كويس قوي إن اللي هيحدد شكل مستقبلنا هي الخطوات اللي هناخدها علشان نحقق أقصى قدر ممكن من الاستدامة، وعلشان كده هنلاقيهم اهتموا جداً بكل التفاصيل اللي ممكن تخلي المبنى مستدام بيئياً. مثلاً مساحة الباركينج في المتحف مش كبيرة علشان يشجعوا الزوار إنهم يستخدموا المترو اللي هنلاقي فيه جسر بيوصل بشكل مباشر بين المحطة وبين المتحف. وعموماً اللي هيجي بعربيته لو هي بتشتغل بالكهرباء هيقدر يشحنها في جراج المتحف وهو بيتجول جوه. لو جينا للمبنى نفسه هنلاقي إن الطاقة اللي بيستهلكها المتحف هي 4000 ميجا وات، كلها من الطاقة النظيفة بتتولد من محطة طاقة شمسية متوصلة بشكل مباشر بالمتحف، واتعملت بالتعاون مع هيئة الكهرباء ومية دبي. المحطة دي هي جزء من التعاون الكبير بين الهيئة وبين مؤسسة دبي للمستقبل في مجال الطاقة النظيفة. المتحف كمان من جوه في معروضات وتجارب تفاعلية فيما يخص مستقبل الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة، والهيئة شغالة على محطات الطاقة الشمسية بأحدث التقنيات المتاحة وعلى سكيل كبير جداً. أما الواجهة الإزاز اللي عملوها الروبوتس، ده إزاز متطور اتصنع بتقنيات حديثة جداً علشان يحسن جودة الإضاءة الداخلية وكمان يحسن العزل الحراري الخارجي. كمان الإضاءة الخارجية اللي حوالين المبنى واللي طولها بيوصل ل14 كيلو متر دي كلها معمولة من اللمبات الموفرة للطاقة. وهنلاقي كمان نظام ري ذكي بيسقي حديقة المتحف بالكامل اللي فيها أكتر من 100 نوع نبات بيلطفوا الجو والمنظر. وكفاية تعرف إن متحف المستقبل واخد أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم طبقاً لنظام الليد. ولو ما تعرفش يعني إيه ليد، فده نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وده نظام معترف بيه دولياً بيقيس أداء المباني من حيث كفاءتها كعمارة خضراء وصديقة للبيئة في كل المراحل، التصميم والإنشاء والتشغيل. المعايير اللي بيقيسها وبيقيم المباني على أساسها هي استدامة موقع البنى وتوفير الطاقة والكفاءة المائية والموارد والمواد المستخدمة، وكمان تحسين البيئة الداخلية والتصميم والابتكار. وكل حاجة من دول بيكون ليها سكور معين وبيجمعوهم علشان يدي سكور نهائي يحدد ساعتها مستوى المبنى ده غير مقبول أو مقبول أو فضي أو ذهبي أو بلاتيني. متحف المستقبل اللي متوفر فيه كل المعايير دي هو أول متحف في الشرق الأوسط ياخد الشهادة البلاتينية في نظام الليد. زي ما قلتلكوا، بعد ما تخلص انبهار من الشكل الخارجي بتبتدي الانبهار من التفاصيل اللي جوه، لأن المتحف ده من بره هلا هلا ومن جوه برضو هلا هلا. طبعا المكان مجهز بالكامل لأي حد بيعاني من صعوبات الحركة أو داخل بكرسي متحرك أو حتى احتاج كراسي متحركة جوه. وفي كمان السلم الحلزوني اللي شبه الدي ان ايه، ودول سلمين بيلفوا حوالين بعض من غير ما يلمسوا بعض، وكل واحد منهم بيودي لحتة مختلفة. وبالمناسبة ده أكبر سلم في العالم معمول بالشكل ده، واحتاجوا فيه مهندسين متخصصين جدا علشان يشكلوا السلم بالشكل ده. واللي ملوش في السلالم هيلاقي فيه 3 أسانسيرات بانورامية غير أكبر أسانسير في العالم اللي بيشيل حوالي 120 شخص. المهم كمان إن المتحف مش معمول علشان يكون فيه ممرات فيها آثار أو حيطان عليها لوحات وبس، لأ، ده المستقبل محتاج مساحات تانية وخيال واسع علشان نعرضه، وكان لازم كل تفصيلة جواه تساعد الفريق الكبير من المصممين والفنانين وكمان العلماء المسؤولين عن محتوى المتحف. الأدوار جوه المتحف بتقدم تجربة متكاملة، الزوار بيعيشوا جواها رحلة مش بس بيتفرجوا على حاجات. بيبتدوا الرحلة بسرعة الصاروخ لما يستكشفوا الفضاء في محطة أمل في الأسانسير اللي بيطلعك الفضاء بتقنية الواقع الافتراضي. بعدها يطلعوا لغابات الأمازون الديجيتال يشوفوا من خلالها أداء التفاصيل عن الكائنات اللي عايشة فيها وإزاي بتتأثر بالبيئة وبتأثر عليها. وكمان في تجربة جديدة جداً هي مكتبة الحياة اللي فيها الـ DNA بتاع آلاف الكائنات الحية اللي ممكن نتعرف عليها. وبعدهم هتلاقي الرحلة مكملة جوه بإجابة السؤال المهم اللي بدأنا به الحلقة، أيوة، العالم هيكون عامل إزاي كمان 50 سنة؟ وهتشوف محاولات الباحثين إنهم يجاوبوا على التساؤلات اللي ليها علاقة بمستقبل السفر للفضاء والصحة والموارد والنقل والمناخ وعلامات الاستفهام الجديدة اللي بتظهر كل يوم. كمان هتلاقي اختراعات كأنك دخلت فيلم خيال علمي، من أول العربيات والدرونز لحد الروبوتس بكل الأشكال والأنواع، كلب آلي تلاقي، نملة آلي تلاقي، طائر آلي موجود. وطبعاً كان مستحيل كل الرحلات التفاعلية اللي بيقدمها المتحف دي يوفرها لنا أي متحف تاني. متحف المستقبل متحف حي، وطول الوقت الحاجات اللي جوه المتحف هتتغير وهتتأقلم مع المتغيرات اللي بتحصل وهتحصل في العالم. بعد ما تعرف حكاية المتحف كفكرة وكتطبيق،
أي استغراب من الاسم هيروح خلاص، ووقع كلمة متحف المستقبل ما بقاش غريب على ودنك زي أول الحلقة. المتحف هو خطوة عربية جديدة وفريدة في عالم المتاحف والسياحة الثقافية، وحالياً المصمم شون كيلا ومكتبه كيلا ديزاين شغالين على مشروع متحف إماراتي جديد، وهو متحف العلوم. العالم بيتحرك بسرعة جداً، وزي ما مكتوب على واجهة المتحف، المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة، واشوف رأيكم في الكومنتات، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.